السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم علي اليحيائي. طبعا عدت لكم مرة ثانية بعد غياب شبه طويل. اليوم إن شاء الله بنكون معنا درس نهاية الدار القدرية، وطبعا نهاية الدار القدرية درس تابع لنظريات على النهايات. وإذا إن شاء الله كانت عندنا فرصة بنتكلم عن الدروس القادمة، نهاية الدالة المطلة ونهاية الدالة الصحيحة. فنبدأ أول شيء نهاية الدالة القدرية. طبعا نهاية الدالة القدرية في هذا الدرس يعني بنتكلم عن الدالة القدرية اللي توجد الدالة تحت القدر بدون مقام، يعني فقط هي بهذا الشكل دالة فقط، يعني كأنها في البسط مقامها واحد. جميل، فقط عشان إذا كان في أشياء مختلفة يعني ربما يكون هذا تابع إلى درس الدالة دالة النسبية، دي ربما يكون فيها بسط ومقام تحت، لكن حين شغلنا بيكون فقط على هذا الشكل. طيب خلينا نشوف أول شيء نهاية الدالة القدرية تكون عندنا إما أن تكون موجودة وإما أن تكون غير موجودة، وهذا يعني حال جميع النهايات، إما أن تكون موجودة أو غير موجودة. فالنهاية تكون موجودة متى؟ طبعا هذا فقط مثل ملخص، بعدين بنأخذ بعض الأمثلة. فخلينا نأخذ أول شيء الملخص الموجود معنا. إذا كانت القيمة التي تؤول إليها النهاية تنتمي إلى مدى الدالة، يعني أنا عندي دالة نهاية، نهاية طبعا نهاية الدالة هي عبارة عن دالة وفيها النهاية، مجرد أني أعوض بقيمة أحد القيم الموجودة في المجال أو يعني موجودة المحور الصيني لو أخذنا الموضوع بيانيا، القيمة اللي بتطلع القيمة الناتجة إذا كانت تنتمي إلى مدى الدالة فإن النهاية موجودة. جميل، إذا يعني هل لازم أعرف مدى الدالة؟ نعم لازم نعرف. هل هذا ربما أحيانا ما يعني ما يحتاج نكون نعرف، إنه يكون واضح مثلا في الدرجة دي بنلاحظ إنه القيم السالبة لا تنتمي إلى مدى الدالة، لكن لازم نعرف إنه لما قبل مثلا ما نعوض نعرف إنه القيم اللي تبدأ مثلا من نقطة معينة إلى نقطة معينة أو مثلا من قيم معينة إلى ما لا نهاية موجب أو سالب، هذه جميعها ما تنتمي إلى مدى الدالة. إذا مباشرة أول ما أعوض وطلع لهذه القيمة أعرف أنه لا توجد نهاية في هذا الموضع. إنزين خلونا الحين نشوف نكمل في موضوع وجود الدالة. فيقول نوجد أشياء أصفار الدالة، إذا لازم نعرف أصفار الدالة نحدد مجال الدالة. طبعا ما نحدد مجال، نحدد مجال الدالة عشان نعرف القيم اللي إذا عوضنا بها عن قيمة سين نعرف إن بنلقى لها قيمة في النهاية. وأخيرا نوجد النهاية الدالة بالتعويض المباشر. هنا عندنا ملاحظة، وهذا الملاحظة بعيدة عن النهايات، يعني هو موضوع عام. مجال الدالة القدر التربيعي، وحطيت أنا بالعلامة باللون الأحمر القدر التربيعي لأنه يختلف القدر لما يكون زوجي عن القدر التكعيبي، هو قيم سين. دائما المجال تابع لقيم سين التي تجعل ما تحت القدر موجب أو يساوي صفر دائما، يعني من الأخير كذا لا توجد يعني لا توجد قيم من المجال تجعل ما تحت القدر سالب من الأخير. هذا الشيء مستحيل في الرياضيات، لكن في نقطة هذيكم تنتبهوا لها، هو انه فرق بين لما نقول موجب وصفر وفرق بين ان نقول موجب فقط. لما نتكلم عن القيم اللي بتجعل يعني قيمة النهاية قيمة الدالة موجبة او تساوي صفر، فان احنا نتكلم عن مدى الدالة، يعني قيم موجودة من المجال بنعوض في الدالة بتطلع لنا قيم تنتمي إلى المدى. هذه القيم اللي بتطلع آخر شيء هي إما أنها موجبة أو تساوي صفر، بينما في النهايات لا توجد نهاية للدالة القدرية عند أصفار الدالة، لا توجد نهاية للدالة القدرية عند أصفار الدالة. جميل، لذلك بنأخذ هذا بعين الاعتبار الحين كده بعين عن النهايات لأننا كلنا موجب أو صفر. إنزين خلينا نشوف لما تكون النهاية غير موجودة. النهاية تكون غير موجودة متى؟ لما تكون عند أصفار الدالة، مثل ما قلت الحين النهاية غير موجودة صح، لكن قيمة نهاية الدالة تساوي صفر، يعني هي صفر. لو كان الموضوع ما في نهايات تكون عادي موجودة قيمة موجودة في المدى وطبيعية، لكن في النهايات لا توجد نهاية عند صفر الدالة. ليش؟ لأنه
نهاية الدالة تكون غير موجودة لأنها غير موجودة من إحدى الجهتين. يعني إذا كان الدالة معاملها سين مثلا، نتكلم عن دالة خطية معاملها سين موجب، فالنهاية عند صفر الدالة من اليمين مثل هذه الدالة من اليمين تكون موجودة. ليش؟ لأنه تبدأ القيم من صفر من يمين صفر إلى ما لا نهاية، لكن من يسار الصفر وإلى سالب ما لا نهاية لا توجد قيمة، لا توجد يعني قيمة معروفة أو مدى لمن لهذه الدالة. فبالتالي من يسار الصفر يتبع الأعداد السالبة، لذلك إذا ما توجد نهاية ما لا توجد قيمة في المدى، لذلك لا توجد نهاية، لأن اشترط في النهايات وهذه القاعدة كلها من قبل وأعدك دائما ثانية، النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار، إذا النهاية موجودة. جميل. إذا كانت القيمة التي تؤول إليها الدالة لا تنتمي إلى مدى الدالة، هذا شيء قلناه طبعا، يعني هو يركز على الأعداد السالبة. إذا احنا نتكلم عن ماذا؟ عن مدى الدالة، إذا نتكلم عن الدالة القاعدة التربيعية، فإذا كانت القيمة اللي بتؤول إليها الدالة ما تنتمي إلى مدى الدالة، هذا مدى طبعا نقاط ميالة لكن في الأصل مدى، فإن أكيد لا توجد عندنا أي نهاية. الملاحظة الأخيرة اللي موجودة تحت، يجي بالبحث من اليمين واليسار عند الأعداد تقع الدالة صفر، هذا شيء أكيد، لكن ركز متى فقط ان الاعداد اللي تقع صفر، اكيد بتلقى في اليمين موجوده وفي اليسار غير موجوده، او العكس في اليسار موجوده وفي اليمين غير موجوده. اما اذا كانت يعني القيم اللي ما تقع على الداله تساوي صفر، فانا محتمل هنتين، اما توجد نهايه او لا توجد. توجد نهايه اذا كانت تنتمي الى مجال الداله، لا توجد نهايه اذا كانت لا تنتمي الى مجال الداله. خلينا الحين ننتقل الى الامثله. مثال الأول، إذا كان الدالة دال سين تساوي القاعدة التربيعية سين ناقص واحد، ويعطيك بعض الأرقام ويقول لك ابحث عن نهايتها. إحنا بغض النظر عن هذا اللي موجود، ممكن نتعوض تعويض مباشر بكل سهولة بدون ما تفلسف، وتوجد نهاية طبيعية، نهاية موجودة أو غير موجودة أو يساوي صفر، أكيد تكون غير موجودة. اتفقنا من قبل أن أصفار الدالة توجد النهاية، لكن نحاول نخلي النظرة أوسع شوي. كيف يعني؟ يعني حاول تأخذ العدد اللي موجود تحت القاعدة، ولازم نتفق إنه في النهايات انه الاعداد اللي موجودة تحت القذر عشان اتوصل الى نهاية لازم تكون فقط اكبر من صفر، لازم تكون فقط اكبر من صفر. طبيعة الحال يوجد انه الواحد يعني سين ناقص واحد يساوي صفر، سين اذا يساوي واحد، طبعا احنا ما نسوي يساوي، لا سين اكبر من واحد. اذا جميع القيم اللي ستجد عندها نهاية للدالة هي قيم تبدأ من الواحد الى موجب ما نهاية. هل الواحد توجد عند النهاية؟ لا طبعا، ليش؟ انها تعتبر صفر للدالة. لذلك احنا ممكن نعوض، يعني فهمتنا انك يطلب اثنين، تعوض اثنين ناقص واحد، تعوض مباشر يطلع يساوي واحد، ما العدد طلع لنا موجب وما طلع لنا صفر، اذا طبيعي توجد نهاية. نعوض مثلا ثلاثة ناقص واحد، نفس الفكرة، لكن لما نعوض عن الواحد مثلا، خلي اللي موجود هنا بكره بعدين، لكن خلي شوف اللي موجود هنا، لما نعوض عن الواحد نهاية الدالة من الواحد لاحظنا انه صفر. لما تلاحظ كذا مباشرة انه في صفر، لازم تبحث من اليمين وتبحث من اليسار. وجدنا من اليمين انه صفر، ليش وجدنا من صفر؟ لانه من اليمين تنتمي الى مجال الدالة، بينما من اليسار غير موجودة. ليش؟ لانها ليست ضمن مجال الدالة، لانه جميع القيم اللي تعوض فيها من اليسار ما لا تسبب نهاية سالبة او تسبب قدر سالب، وهذا لا يوجد في مدى الدالة. طيب خلينا نشوف نكره هنا شوية. يقول انه المجال هنا احنا بنقسمه الى قسمين، مجال للنهاية ومجال للدالة، وفقط هو فرق بسيط يظهر عند ماذا؟ عند صفر الدالة. المجال للنهاية هو جميع الاعداد الحقيقية نستثني منها الاعداد من الواحد والسالب مال النهاية، يعني حتى الواحد يعتبر من الاعداد المستثناة، لانه حتى الواحد نفسه ما صفر للدالة لا توجد عند النهاية، طبيعي الأعداد السالب نفس الفكرة. أما للدالة الواحد نستثني من الأعداد المستثناة، يعني الواحد يعتبر عدد توجد عنده نهاية، لا توجد عنده. ما نتكلم عن النهايات، نتكلم فقط عن مدى الدالة. الواحد توجد له قيمة صحيحة للدالة وهي الصفر، وقيمة مقبولة. ليش؟ لأنني ما أبحث عن النهاية، لكن لما أبحث عن النهاية استثنى الواحد بسبب أنه هو صفر الدالة. لو جينا نشوف الشكل اللي موجود هنا عندنا، إن كان الأعداد اللي موجودة هنا هي تابعة لمجال الدالة، والأعداد اللي موجودة هنا غير تابعة، ليست تابعة لمجال الدالة. الواحد توجد عنده قيمة كذا وهي صفر، لكن لا توجد عنده نهاية. ليش؟ لأنه صفر الدالة. إنزين، خلينا نشوف الحين المثال. قبل ما نشوف المثال اللي موجود هنا، في عندي ملاحظه موجوده في النوتة نتكلم عنها. طبعا هي الملاحظه تنقسم قسمين، لما تكون معامل سين موجب، لما يكون معامل سين سالب. خلينا نشوف لما يكون معامل سين موجب. سين هي داله من الدرجه الاولى، طبعا
طبعا لازم تكون ملاحظة تحت الجذر، معاملها موجب ألف، يعني معامل سين موجب، مثل جذر ألف سين ناقص جيم. لاحظ أنه لما نبحث عن أول شيء عن صفة الدالة، كل اللي بنسويه أنه نأخذ قيمة الجيم، إنزين، بغض النظر عن إشارتها، بغض النظر هل هي موجب ولا سالب، نأخذها كأنه نأخذ مطلقها، يعني نقسمها على معامل السين. لكن لازم نركز أن معامل السين يكون موجب أو سالب، لازم نأخذ بإشارته. فبالتالي في الحالة العدد اللي بيظهر عندنا هنا بيكون هو اللي يحدد ماذا؟ اللي يحدد مجال الدالة. يعني مثلا بيظهر أنه عندنا مجال الدالة يبدأ من جيم على ألف إلى ما النهاية، ولاحظ أنه عندنا مفتوح من هذه الجهة، وأيضا لازم يكون مفتوح أيضا نفس الشيء، لازم العكس، لازم يكون مغلق وهنا لازم يكون ايش؟ مفتوح. طبعا ما النهاية يكون دائما عنده مفتوح، بالعكس لازم يكون هذا هنا قيمة مفتوحة. ليش؟ لأن نفس ما ذكرنا أنه لو اعتبرنا هذا أي عدد، يعني أكيد تكون ما أنه هو صفة تكون من يمين موجودة، من يسار غير موجودة، أو العكس يعني صحيح، بالتالي ما تكون موجودة عنده أي نهاية. لكن يعني هذا إذا كان مفتوح. طبعا إذا كان مغلق، يعني شوف مثلا هنا مغلق، هذا طبعا الملاحظة موجودة من قبل، إذا كان مغلق فقط هنا أتكلم عن المجال، لكن الحين في هذا الحالة أتكلم عن وجود النهاية. هنا مثلا طبعا بنجيها الملاحظة بعدين، لكن لاحظ انه لاحظت انه هنا موجود مغلق، هذا يعني انه فقط انا اتكلم عن مدى مجال الدالة، لكن اذا اتكلم عن النهاية لازم طبعا اخليه مفتوح مثل ما ذكرت في الملاحظة اللي موجودة هنا بالضبط. طيب خلونا الحين من هذه الملاحظة، بس اذا بغينا نطبق عشان نتأكد من مدى صحة هذه المعلومة، مثلا لو خلينا هنا الحين هنا الحد مطلق عندنا الواحد سالب واحد، لكن ما نهتم بالإشارة، نأخذ الواحد وحده ونقسمه على معامل من معامل سين. اذا واحد تقسيم واحد هو كم؟ هو واحد، صح؟ فاذا مدى الدالة يبدأ من الواحد، زين، من الى موجب ما لا نهاية، شيء يعني شيء ثابت، من واحد الى موجب ما النهايه. طبعا المجال لازم يكون مغلق، لكن اذا كنا نتكلم عن النهايه نفسه نخليه مفتوح. بنطبق الملاحظه الثانيه لما يكون المعامل داله سالب. في المثال الثاني لاحظ انه نهايه انه يوجد نهايه الداله من سين عندما سين تولى 5 داله جذر 4 ناقص 2 سين. طبعا الاشياء اللي بتلاحظها هنا انه الداله اللي موجوده عندك معاملها سالب، مثل ما تشوفوا، حاول تصورها بالصوره، داله معاملها سالب، زين. فلازم نحدد معامل السين. اول شيء مثل ما موجود هنا نقول بما ان معامل سين سالب نوجد اصفار الدالة، 4 ناقص 2 سين يساوي صفر، اذا عند صفر الدالة تكون قيمة سين تساوي كم؟ تساوي الاثنين. بما ان معامل سين سالب، اذا من 2 وفوق ليست من ضمن مجال الدالة، يعني من 2 وجميع القيم الموجبة تعتبر ضيفة من ضمن مجال الدالة، بينما 2 وأسفل يعتبر من ضمن مجال الدالة، لكن لازال أقول إيش من ضمن مجال الدالة، أنا أتكلم بالحين عن موضوع النهاية. لما نجي نشوف الرسمة اللي موجودة هنا، لاحظ أن سالب 5 موجودة في الجهة اللي تكون ماذا؟ من ضمن مجال الدالة، فتكون النهاية عندها موجودة. هل يحتاج نبحث من اليمين يسار بالنسبة لخمسة؟ لا طبعا، ليش؟ لأنها أصلا هي أوريدي موجودة في ضمن مجال الدالة. ايضا هذا الشكل الثاني يوضح نفس الفكره. لو جينا نشوف نحاول نبحث عن مجال الداله، بنلاحظ ان جميع الصحيحه نستثنى منها الاعداد الموجبه من 2 الى ما النهايه، والاثنين ايضا ماله والاثنين هنا مثل ما تشوف، طبعا هذا نفس الفكره لكن فقط بشكل ثاني، من 2 الى سالب ما النهايه هذا يعتبر من ضمن المجال. لاحظ انه هنا ايش؟ الى موجب ما النهايه. طبعا العكس هذا لازم يكون الموجب معناه موجب هنا واثنين هنا. ليش؟ لانه دائما اليسار هو يكون اصغر، لكن ليش؟ لانه نستثنى منها، فهذه افضل يعني صوره اسهل. الاثنين استثنيناه، ليش؟ يعني خلينا عنده اشاره مفتوحه، والسبب في هذا انه نتكلم هنا عن نهايه، عند اثنين لا توجد نهايه لانه صفر من اصفار الداله. اخيرا عندنا ملاحظه بسيطه، طبعا ذكرتها اكيد من قبل، اذا كان معامل سين موجب وسالب، فان اذا كان معامل موجب فان الاعداد من اليمين تكون موجبه، يعني من ضمن مجال الداله، اما يسار سالب لا تكون من ضمن مجال الداله، فان لا توجد نهايه هنا. العكس صحيح، اذا كان معامل سين سالب، الشرط ان تكون هذه الداله من الدائره الاولى، انه مثل ما شوف اذا كانت من الدائره الثانيه يختلف، لكن هذا بيكون درسنا ان شاء الله في الحصه القادمه. وهذا كان كل شيء عن اليوم. بس قبل كذا خلونا نتكلم عن الملاحظة هذه، يعني نحاول نطبقها لأن ما نسيتها أنا. يعني الملاحظة اللي موجودة عندنا هنا تقول إنه إذا كان معامل
المعامل س بالسالب مثل هذا، سالب ألف س ناقص ج، نسوي هذه المعادلة البسيطة ونتوصل إلى المقال. خلونا نطبقها بالدالة اللي موجودة هنا. الحين إذا عدنا الدالة مثل ما تشوفوا، وعدنا التطبيق هذا اللي موجود هنا، فنحاول شيء نأخذ لازم يكون سالب قيمة ج. طيب قيمة ج أنا عندي هنا كم؟ لاحظ إن الحد مطلقة، بعد نخليها سالب 4. إذا الحين نحاول نكتب هنا سالب 4 على معامل السين كم؟ ألف. معامل السين هنا كم؟ سالب 2. إذا على سالب 2 كم يساوي الناتج؟ موجب 2. لاحظ إن موجب 2 هو نفس اللي موجود هنا، لكن هو نفس اللي موجود ايضا هنا، يعني القيمه اللي احنا اتفقنا عليها هي نفسها. يعني الحين 2 هو نفس هذا المقدار، هو نفس هذا المقدار، ونحطه في هذه الملاحظه ونكتب بهذا الشكل. لكن اللي تلاحظوه اكيد ممكن تستوعب انه ايش، هنا مغلق وهنا مفتوح. السبب مره ثانيه هذا مدى الداله وهذا فقط للنهايه، عند توجد قيمه للداله تساوي صفر اذا كان صفر الداله، ولا توجد نهايه لها عند صفر الداله. شوفوا الفرق بينهم، لكن هذا يعني اسمع اقول لكم ان هذا شيء ثابت، تكتب هذا الشكل وتكتب هذا الشكل ايضا اذا كان الداله معاملها موجب. هذا طبعا كان نهايه درس اليوم، ودعواتكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.